السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد عن طريقة تحضير طاجين بلدي باللحم والجلبانة، سهل وتيجي بنين مع خبز تفرنوت من يد الأم ديالي واللي عاملة قناة خاصة بالطبخ ديال زمان، الطبخ المغربي والأمازيغي. نتمنى أنكم تشاهدوا الفيديو إلى الأخير، كذلك ما تنسوش تدعموني بلايك وتشاركوا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش إذا كنتم لأول مرة كتزوروا القناة تشتركوا بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أترككم مع الصور. إذا بالنسبة للمقادير، سمحوا لي ما صورتهمش لكم الأول. غادي نحتاجوا قطع اللحم، لحم البقري، ايضا نحتاج الى القليل من الربيع، مقدار 3 ملاعق كبيره، ملعقه صغيره من السكنجبير، ونصف ملعقه صغيره من الابزار او الفلفل الاسود. ثم نضيف ملعقه صغيره من الكمون، ايضا نقوم باضافه ملعقه صغيره من الخرقوم البلدي، ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من التحميرة والبابريكا. ثم نقوم بإضافة القليل من الملح، وبدون إضافة الزيت نحتاج فقط لإضافة نصف كأس من الماء، نقوم بخلط المكونات مع اللحم، ثم حسب الرغبة يمكنكم إضافة القليل من الزعفران الصناعي. إذا في الطاجين نقوم بإضافة قطع الجزر، ثم نقوم بإضافة اللحم فوق الجزر، ونضيف العطرية المتبقات، نضيف لها القليل من الماء، ثم نضيفها إلى اللحم، ثم نضيف البصل، وفي الأخير نقوم بإضافة مقدار 3 ملاعق كبيرة من الزيت البلدية. ثم كنضيفو اللوبيا الخضراء، قطع من البصل، الجلبانة، قمنا بإخراجها من المجمد وأضفناها مباشرة، والقليل من الزيتون الأخضر، وقطعة من الحامض، أيضا قمنا بإخراجها من المجمد وأضفناها مباشرة، ثم نقوم بإغلاق عليه ونتركه يطهى مدة نصف ساعة.
بعد مرور نصف ساعه فوق نار مهيله كيجي الطاجين اللحم بالجلبانه على هذا الشكل، كيتقدم مع بعض الاطباق الثانويه ومع خبز السفرنوت المعروف به جهه سوس. الا بغيتوا تعرفوا على طريقه تحضير هذا الخبز بالمنزل فما عليكم غير تمشيو لصندوق الوصف اسفل الفيديو وتدخلوا القناه ام زهره وتشتركوا معها في القناه. ايضا الى عجبكم هذا الفيديو فما تبخلوش عليا بوضع اعجاب او لايك. ايضا الى كنتم لاول مره كتزوروا القناه فالمرجو الضغط على الزر الأحمر والجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء وإلى فيديو جديد إن شاء الله.